وفي أخبار الأندية الوطنية، فاز نصر حسين داي على ضيفه وفاق سطيف برباعية عرفت تسجيل 7 أهداف كاملة، وانتهى اللقاء برباعية مقابلة 3 لصالح النصرية. المواجهة عرفت مستوى عالي بين الناديين. نتابع الانطباعات في ميكروفون شاهر عبيدي. مالوريزمون في لي سيكتور ديفونسيف وانا فاي اليوم، هذا هو اليوم حنا اخطانا ولا درنا اخطاء لا تغتفر في من ناحيه الشق الدفاعي، لانه 3-3 وكانت لديك ممكن انت كنت مسيطر على المباراه وعلى مجريات اللقاء وعلى الكره في لقطه واحده، اول لقطه يسجل عليك الهدف الرابع، بعدها اللي نظن فريقنا الى بري لان كو سور لا تيت، بعدها البطاقه الحمراء. هذه كره القدم يعني يفون بروفيتي، كاين دي مومون فور ما قدرناش نستغلوا هذوك اللحظات القويه تاعنا وين كنا قادرين نضيفوا الهدف الرابع والخامس. صراحة شوف انا جينا باش نفوزوا، باش نقول لك جينا باش نفوزوا، جينا بنية الفوز، ورينا هذا الشيء في منذ الوهلة الأولى، ولكن لاعبين سوء تجربة نقص تجربة ما سيروش مليح بداية الشوط الثاني، ولكن عاودنا ولينا في المباراة، قمنا ببعض التعديلات يعني في وسط الشوط الثاني، قمنا جبنا هدف الرابع والحمد لله على كل حال. هذا الفوز نهدي للأنصار اللي تلقى له معنا اليوم وعطونا هذا الدافع المعنوي اللي كان خاصنا منذ بداية البطولة، وعطيهم الصحة.